يعطيكم ألف عافية متابعينا، تعالوا نحضر اليوم وصفة خفيفة وسهلة التحضير، والأهم إنها كتير طيبة، بتساعدنا الصبح وقت بدنا نتناول إشي حلو مع فنجان القهوة أو كاسة الشاي. رح نعمل مع بعض بيتي فور، بسيط وأساسي وما فيه أي إضافات وكتير سهل. لنبدأ أولاً، إحنا بحاجة لبولة كبيرة. رح أبدأ بإضافة 200 جرام من السمنة اللينة بحرارة الغرفة، بفضل طبعاً دائماً استخدام السمن الحيواني، رح يعطينا نتيجة كتير أفضل وأطيب. طبعاً لو عيرناها بالأكواب المعيارية بتعمل عندي كوب إلا ربع، بالكوب المعياري اللي سعته 250 ملي. رح أخفق السمنة بالخفاء الكهربائية لمدة دقيقتين حتى تصير معي لونها فاتح شوي على بياض. لاحظوا كيف صار لون السمنة على بياض شوي أو لون فاتح. هون رح أضيف السكر البودرة، طبعا السكر لازم يكون بودرة حتى يذوب بشكل أفضل مع السمنة. عندي هون 3 أرباع الكوب، يعني نفس كمية السمنة. معهم رح أضيف معلقة صغيرة فانيلا، طبعا ممكن نستخدم البودرة أو السائلة. كمان رح أضيف معاهم صفار حبتين بيض بحرارة الغرفة. طبعا ليش الصفار بس؟ لأنه بيعطيني هشاشة أو قرمشة أكتر للبيتي فور. رح أخفق هذه المكونات كمان مرة لمدة دقيقتين لحد ما تصير عندي متجانسة وناعمة كتير، طبعا حتى ما يتطاير السكر علينا. بالبداية منقلب شوي صغيرة، بعدين منبدأ بالخفة. هيك بعد ما انتهيت من الخفاء داب السكر داخل خليط السمن، صار عندي الخليط هش كتير وخفيف. لاحظوا معي قديش خفيف وناعم، شايفين؟ هلأ صرنا جاهزين نضيف الطحين. طبعا أنا بحاجة لمصفاية ناعمة، أضيف الطحين. عندي هون كوبين من الطحين متعدد الاستعمالات، طبعا ممكن نستخدم طحين الكيك والبسكوت ليعطينا نتيجة كمان ممتازة. رح أضيف الطحين داخل المصفاية وأنخله مباشرة فوقها. طبعا ما ضفنا بيكنج باودر لأنه إحنا ضفنا صفار بيض، هي نفس المادة الرافعة الموجودة. نخلط كمية الطحين كاملة بالسباتيولا، رح أبدأ أقلب لحد ما يختفي معي الطحين وتتجانس العجين. بسم الله الرحمن الرحيم، بدها شوية صبر، والمكونات مثل ما حكينا كلها تكون بحرارة الغرفة. مجرد ما يختفي الطحين تبدأ تتشكل معي عجينة ناعمة. هيك بنكون انتهينا، مش بحاجة خفق ولا كهرباء بهاي المرحلة. لاحظوا ما أخذ معي الخليط بس دقيقتين بالسباتيولا وبدأ يتحول لعجين. طبعا قوام العجين لازم يكون قابل للتشكيل، يعني مش عجينة بقدر أمسكها بإيدي، لينة شوي، لأنه هاي رح نضغطها بالبايبينج باج أو كيس الحلواني. هذا هو القوام اللي بدي أوصل له تماما، شايفين كيف ناعم جدا ومتجانس؟ مباشرة باخده على كيس الحلواني. حضرت هون صينية الفرن، بطنتها بورق زبدة من نفس العجين، حطيت قطعة على الزوايا حتى تضل ورقة الزبدة ثابتة. عبيت عجينة البيتي فور بكيس حلواني، وأنا استخدمت كيسين فوق بعض حتى يستحمل ضغط العجين. وهلأ رح أبدأ أشكل دوائر بصينية الفرن مباشرة. طبعا ممكن نستخدم أي كيس عادي أو تيب موجود عنا ونشكل فيه الدوائر. إذا كانت معكم العجين صلبة شوي بتضيفوا لها معلقة كبيرة من السمنة الدايبة وبتحركوها منيح. الكمية اللي أنا عملتها اليوم تعمل 24 حبة بيتي فور من الحجم الكبير زي ما شايفين. هلأ أنا رح أشكل الصينية الثانية ومع بعض على الفرن. بخبزها مباشرة بفرن محمى مسبقا على الرف الأوسط، درجة الحرارة 180، بس 10 دقائق لتنشف من تحت بدون ما تاخذ لون ذهبي. انتهت مدة العشر دقائق بالفرن. شوفوا ما شاء الله ما أحلى شكل البيتي فور. طبعا ممنوع نمسك حبات البيتي فور بالصينية طول ما هي سخنة، بنتركها تبرد تماما بحرارة الغرفة. بعد ما صارت صينيتي باردة تماما، هلأ بنقدر نطول معاكم حبة بيتي فور حتى نشوفها ونشوف القوام. بسم الله الرحمن الرحيم، شوفوا معي، شوفوا هالقوام وهاللون الحلو. شوفوا من تحت يا دوب أعطت بس لمسة من اللون الأشقر، ما أخذت لون ذهبي، أنا بس نشفتها بالفرن. صار وقت التقديم، شوفوا ما شاء الله ما أحلى شكلهم. طبعا لاحظوا إنه حجمها كبر بالفرن، فلو حابين إنها تكون أصغر معاكم شوي نصغر الحبة وقت التشكيل على صينية الفرن. خلينا نشوف مع بعض قوام حبة البيتي فور بعد ما صارت باردة وجاهزة، هشة جدا وبتدوب بالتم دوبان. من أفخم وصفات البيتي فور اللي مش بحاجة لها كمية مكونات كبيرة. بتمنى تعجبكم وصفتنا إن شاء الله، وألف صحة وهنا.